هذا هو تعليق ميدفيديف الذي وصل 1,300,000 مشاهدة فور نشره على تيليجرام. موسكو تعتبر ما حدث حادثا إرهابيا مخططا له واستهدافا لحياة الرئيس الروسي. هجوم كييف على الكرملين لم يترك لروسيا خيارا سوى تصفية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وأمثاله وأصحابه حسب الترجمة الحرفية كما ترون أمامكم. هكذا كتب نائب رئيس المجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف. الرئيس الأوكراني حسب نفس ما كتب لا يحتاج للتوقيع على القرار غير المشروط. هتلر كما تعلمون لم يوقع أيضا. هناك دائما البديل كالأميرال دويتش. وحسب وكالة طاس الجدول الزمني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتغير. لقد التقى اليوم الأربعاء والي جهة نوفغرود غليب نيكتين وقد جاء الهجوم عشية يوم النصر حسب نفس الوكالة وقصاصتها. فالعرض يوم 9 من أيار ماي حيث سيحضر ضيوف أجانب. الحادثة لم تغير من أجندة الكرملين. الحادثة لم تغير من أجندة الكرملين والعرض سيكون والرئيس عرف محاولة اغتيال. اليوم زيلينسكي إرهابي نعلنها وروسيا تستطيع أن تعاقب بما في إعلان خيار الإعدام ضد زيلينسكي. يقول أوليغ موروزوف الدوما يطالب بإعدام زيلينسكي. هذا هو القرار النهائي. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. الحادثة التي كان فيها ضرب الكرملين بدرونين وباتجاه مسكن فلاديمير بوتين يكشف أن الاستهداف أولا محاولة اغتيال رسمية لرئيس روسيا. الأمر لا يتعلق بأمن روسيا إنما باستهداف الرئيس الروسي. إذا المسألة الأولى والتي يجمع عليها الآن كل من الكرملين، المجلس الأمن القومي لروسيا والدوما تؤكد الجهات الثلاث الآن بأن ما حدث استهداف مباشر للرئيس الروسي محاولة اغتياله بشكل رسمي. المسألة الثانية ضرب الكرملين ورمز للسيادة وأيضا الوصول إلى ما سمي بالمؤسسات الاستراتيجية ومؤسسة القيادة. معنى ذلك أن هناك استهداف يزعزع أمن روسيا ويمكن أن يهددها بشكل أساسي. هذا يعني إمكانية استخدام في هذا الاصطلاح استخدام السلاح النووي. المسألة الثالثة أن هناك خرق للسيادة الروسية وضرب مؤسساتها الاستراتيجية وأيضا القيادية، وهذا يعني أن إمكانية توجيه ضربة أيضا نووية حالة محتملة. لكن واقع الأمر الآن أن القرار الذي أراده الجميع والذي اتفق بشأنه الجميع إزاحة إعدام زيلينسكي، وقد صدر لفظ الإعدام وبشكل واضح جدا من الدوما. الدوما يستخدم إعدام، تصفية، إبعاد وإقصاء زيلينسكي. في كل الأحوال فإننا أمام استهداف مباشر للرئيس الأوكراني. إذا التطور الأساسي اليوم تطور له معناه، إذ لاحظنا أن البعد الاستراتيجي والبعد أيضا الأمني للغاية، لأننا نتحدث عن محاولة إدخال روسيا في فوضى. وثالثا فإن هناك استهداف الأمن الاستراتيجي لروسيا. إذا هناك استهدافات متعددة، ضرب لرمزية كل روسيا الكرملين ومحاولة اغتيال للرئيس روسيا، وبالتالي فإن جميع المبررات أي لم يبقى كلغة ميدفيديف عندما صرح لم يبقى لروسيا خيار. فهل إن كان عدم وجود خيار لروسيا هل الأمر يتعلق إذن باستحضار النووي؟ الأمر يتعلق باستخدام أقصى درجة من الرد في هذه المرحلة.
مهم جدا أن نؤكد أن مسألة اغتيال رئيس أركان القوات البرية الأوكرانية كان بمثابة إعلان حرب مباشر ضد القادة الأوكران، ولذلك فقد اتخذ القرار من رأى أن ذلك ممكنا، قد لا يكون زيلينسكي وهذا معلوم، إنما الذي يخلفه الذي يكون بديلا له، لأن بعد اغتيال رئيس أركان القوات البرية أو قائد القوات البرية كان واضحا جدا أن الرد سيكون عبر البديل وليس عبر زيلينسكي كما يحاول أن يوضح جهد الإمكان الغربي وفي الاتصالات الأخيرة إلى آخره، لكن القرار صدر عن زيلينسكي لأنه أراد ذلك ولأن هناك تجاوز بشكل مباشر لما قطعه عن نفسه كوعد منه بوتين. بوتين استغله الإسرائيلي إلى أبعد مدى بعد زيارة بنت وأخذ وعد منه على أساس ألا يمس زيلينسكي، وآنذاك بلغة بنت خرج مباشرة ليقول أنني أدير المعركة. كان هذا بمثابة سبق لنا قبل تصريحات بنت التي أكد ما قلناه. هذا كله لنؤكد مرة ثانية أن إعادة التقدير اليوم بخصوص القوات البرية وإعلان الأدميرال هذه المرة بالنسبة لهتلر الآن المقصود تماما هو رئيس الأركان. رئيس الأركان هو الذي قرر ما قرره وإرسال الرسالة الآن نحو رئيس الأركان، ورئيس الأركان سيصبح هو الاستهداف الأول. ومهم جدا بالنسبة على الأقل لميدفيديف أنه يصرح بأن زيلينسكي صدر بحقه القرار وأن هذا القرار يدفن بشكل كامل ما وعد به الرئيس، لأن الرئيس اليوم الروسي أراد القائد في كييف أن يغتاله، وبالتالي فإن مسألة الرد عن الاغتيال يجب أن يكون بإعدام زيلينسكي. إعدام زيلينسكي سيكون موفرا للغاية لسبب الرئيس، لأننا نتحدث عن إعلان الحرب العالمية الثالثة. فإن قتل زيلينسكي أو تم تصفيته بقرار الآن من روسيا، فإن لدى أمريكا الخيار إما أن تواصل حربا سيمكن أن تكون حربا عالمية، وإما أن تقطع مع سيناريو الحرب وينتهي أيضا كل شيء. إذن أمامنا هذا الاختيار الصعب الذي يمارسه الآن الروس في أصعب الظروف، لأننا أمام هجوم مضاد روسي مؤجل، وأيضا في استقبال هجوم مضاد أوكراني مجمد، وفي كلا الحالتين فإن الكل يبحث عن تجاوز الخطوط الحمر وألا يكون هذا الهجوم على نفس نسق ما كانت عليه باخموت. قد يتكرر ما كان في خيرسون وغيرها وسيكون هجوم إلى آخره، لكن دون تغيير في قواعد اللعبة. اليوم في تغيير لقواعد اللعبة، من ضرب الكرملين يريد تغيير قواعد اللعبة. أيا كان فإن الوضع اليوم هو وضع استثنائي لتغيير قواعد اللعبة، وحاليا فإن اليوم اغتيال بوتين واغتيال زيلينسكي لم يعد طابوا لسبب الرئيس، لأن لدينا وثائق سرية تؤكد على سيناريو الاغتيالين معا، واليوم هناك صعوبة كبيرة جدا في الغرب في الرد على اغتيال زيلينسكي. اغتيال زيلينسكي وأمامنا نوع من الفراغ، وأمامنا أيضا نوع من صعوبة إدارة حرب ما بعد زيلينسكي. فاستهداف زيلينسكي استهداف للحرب وإعلان نهاياتها، هذا واقع الحال. لذلك فإن زيلينسكي إما أنه سيدفن بشكل نهائي وسيعلن نهاية الحرب بنهايته هو،
أو أن الحرب العالمية الثالثة ستكون باغتيال زيلينسكي. في كل حال فإننا أمام مبرر لا يستوعب بأي حال إعلان الحرب العالمية الثالثة، لأن زيلينسكي تهور في هذا الهجوم رغم أنه ينكره، ولكن تهور فيه لأسباب عدة. لأن اغتيال قائد القوات ورد عليه رئيس الأركان قرر أمر وقرر زيلينسكي، فهو يتحمل كامل التبعات. ولذلك هم لا يهتمون الآن، الروس لا يهتمون بمن قرر، إنما الأمر يتعلق بزيلينسكي الذي يتحمل كامل المسؤولية وهو المسؤول. ولذلك فاغتيال الرئيس بالرئيس وليس برئيس الأركان. لذلك ما استهداف بوتين يعني استهداف زيلينسكي رئيس برئيس، وهذا أقل شيء. وبالتالي فإن ما يجري اليوم محاولة إعدام لزيلينسكي قررها بوتين، وحاليا العالم في أصعب ظرف على شفا الخطر النووي. واليوم هل يمكن من أجل هذا الشخص أن يدخل العالم من أجل حرب عالمية ثالثة؟ هذا هو السؤال المحوري الآن. والغرب وأمريكا لا تستطيع ذلك حسب التقييمات الأخيرة والمسربة عن البنتاغون. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.